وكمان رأي أحمد حسام ميدو مهم. فرقة فيتا فرقة عادية جدا، الأهلي النهارده كان ممكن يكسب سكور مريح. صحيح صحيح ضربة الجزاء للأهلي اللي جت على الأهلي يعني ما فيهاش حاجة خالص. كرة يعني عمرو السلامة ما لمسش الراجل، ما أعرفش الحكم حسبها إزاي قدامه. مش فاهم يعني، أنا مش عارف الحكم حسبها إزاي. كرة ما فيهاش أي حاجة، أي حاجة، ما فيش أي حاجة. لكن الاهلي المفروض ان انت في الماتشات اللي زي دي ان انت تبقى كسبان ومتقدم، ومتقدم بفرق اهدافين على الاقل، عشان لو لا قدر الله حصل لك اي حاجه زي اللي حصلت دي ما يبقاش ايه، ما تقعش في مشكله. الاهلي مشكلته الحقيقيه في الثلث الاخير. اللعيب الوحيد اللي يعني تقدر تقول عليه ان هو عامل شكل معين للنادي الاهلي في الثلث الاخير هو اشيه. لعيب محترم. فيتا كلوب فريق عادي، يعني فريق ما كسب الماتش اللي فات وكسب، وتعتبر نتيجه كويسه جدا بالنسبه له، لكن المجموعه دي برده مش سهله. مجموعه صعبه. ايوه انا هو محدش قال المجموعه سهله، وعلى فكره كل نتائج المجموعات ما عدا مثلا زي سان داونز والوداد هم اللي مرتاحين، لكن كل الى حد كبير سيمبا، لكن بقيه الفرق كلها لا، في المجاميع كلها صعبه. ولذلك انا كنت بندهش من التعليق اللي كان الناس يقول لك مجموعه سهله ويقعدوا يلقحوا كلام ويلقحوا مش عارف ايه. ده انت لما كنت سالت في مجموعتنا مين الفريق المرشح كان هيقول لك الاهلي وفيتا والمريخ. ما حدش هيجيب سيره سيمبا ده. اه النهارده سيمبا هو اللي بيطلع لسانه للكل للاسف. اه